بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد سمى الله سبحانه وتعالى صلح الحديبية سماه فتحا، وصدق الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا. فعلم المسلمون بعد ذلك أن هذه الأحداث المؤلمة التي مرت بهم إنما كانت هي في ظاهر الأمر آلاما، أما في حقيقة الأمر فإنها كانت تحمل معها البشريات والفرج والتيسير والفتح كما وصف الله عز وجل ذلك. وقبل أن نشرع في بيان هذه المعاني من خلال بعض آيات سورة الفتح، نذكر موقفا ربما نسينا في أثناء الخطبة يدل على عظيم فرج الله عز وجل لأوليائه إذا اشتدت بهم المحن. وكما هو المثال الذي نضربه دائما ونقول إن أشد لحظات ظلمة الليل هي التي تسبق طلوع الفجر، إنها أشد لحظات ظلمة الليل هي التي تسبق طلوع الفجر. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا فيها سبحانه وتعالى أمرا عظيما، أو يبين لنا فيها أمرا عظيما سبحانه وتعالى، إذ أن بعد هذه الظلمة الشديدة يأتي النور ويأتي الفرج. كذلك كما هو المثال الآخر في أمر الولادة، إن أشد ساعات ألم المرأة الحامل طوال حملها تكون قبيل الولادة. الوقت المنتظر هو وقت الولادة، إن الأشهر الطويلة من الحمل الكل ينتظر فيها لحظة واحدة، هي لحظة الولادة. وقبل لحظة الولادة يكون الألم على أشد ما يكون، يكون الألم على أشد ما يكون. فسبحان الله، هذه سنن الله عز وجل في خلقه. كذلك أهل الإيمان، كذلك التمكين للإسلام، دائما يسبق ذلك شدة وألم ربما يصل إلى أشده، كما قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يصل الأمر إلى أشد درجات الابتلاء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قريب من ماذا؟ قريب في أي زمان مطلقا؟ لا، ليس هذا هو المقصود. قوله تعالى قريب أي قريب من هذه الشدة، أي كلما اشتد الأمر بالمسلمين اقترب الفرج، اقترب النصر. ولذلك كانت أحداث الحديبية وما كان على إثرها من عقد صلح مع المشركين فتح سماه الله عز وجل كذلك، وأنزل الله عز وجل فيه هذه السورة العظيمة التي نقرأها عليكم، ويعني نأخذ بعض ما يتعلق بآياتها من معاني ننبه إليها
لتكون لك سلوى في أوقات الشدة وأوقات المحنة، فتستحضر معها أسماء الله وصفات الله عز وجل التي كانت من أعظم الأسماء وأعظم الصفات استحضارا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحديبية. إن الله عز وجل قال لهم: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال من يعلم أن الله يعلم والناس لا يعلمون. لقد أخفى الله عز وجل عنهم كثيرا من الحكم من هذه الأحداث، ثم بعد ذلك بانت لهم على مر الأيام بعد ذلك، وقد صبرهم الله تعالى وآنسهم بنزول هذه السورة. هذا فتح لكم ليس هزيمة، هذا فتح لكم ليس شر، هذا نصر لكم وسعة، وسترون ذلك على مرور الأيام القادمة إن شاء الله. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وهو راجع من الحديبية، فبعدما فارقها بقليل أنزل الله هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحا مبينا، يظهر الله فيه دينك وينصرك على عدوك. وهو هدنة الحديبية التي آمن الناس بسببها بعضهم بعضا، فاتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل، وتمكن من يريد الوقوف على حقيقة الإسلام من معرفته، فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجه. ولذلك سماه الله فتحا مبينا، أي ظاهرا جليا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فتحا لك ذلك الفتح، ويسرناه لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بسبب ما حصل من هذا الفتح من الطاعات الكثيرة، وبما تحملته يا رسولنا من المشقات، ويتم نعمته عليك بإظهار دينك ونصرك على أعدائك، ويرشدك طريقا مستقيما من الدين لا عوج فيه، وينصرك الله نصرا قويا لا يضعف فيه الإسلام. ثم قال الله عز وجل: وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين بالله ورسوله يوم الحديبية، فسكنت ورسخ اليقين فيها بعدما أصابهم مما أصابهم، ليزدادوا تصديقا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع تصديقهم واتباعهم ولله سبحانه وتعالى جنود السماوات والأرض ينصر بهم عباده المؤمنين. إنك ربما تنظر إلى حالك فتراك ضعيفا، والأعداء من حولك قد علت أصواتهم، فالله عز وجل يقول لك: ولله جنود السماوات والأرض، إن الله سبحانه وتعالى عنده ما ينصر به المؤمنين من حيث لا تدري لا أنت ولا أنا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم قال الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذه أول البشريات في حق أشخاص المؤمنين. أما في حق الإسلام فكان الفتح والنصر، وأما في حق أشخاصهم فهذه أول البشريات. قال الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. إن أهل الحديبية بشروا بالجنة بهذه الآية. ليدخل المؤمنين والمؤمنات، أي ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها القصور، نجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار،
ماكثين فيها أبدا، ويمحو عنهم سيئ ما عملوا فلا يعاقبهم عليه، وكان ذلك الجزاء عند الله نجاه من كل غم وظفرا بكل مطلوب. ثم قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يظنون ظنا سيئا بأن الله لن ينصر نبيه والمؤمنين معه على أعدائهم، وأنه لن يظهر دينه، فعلى هؤلاء ستدور الدائرة، على هؤلاء ستدور الدائرة بالعذاب وبكل ما يسوءهم، وغضب الله عز وجل سيحل بهم وسيطردهم من رحمته بسبب ما فعلوا. ثم قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال تعالى: إنا أرسلناك يا رسولنا شاهدا على أمتك بالبلاغ، مبينا لهم ما أرسلناك به إليهم، ونذيرا لمن عصاك بالعقاب العاجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتنصروا الله بنصر دينه. وهذا قول الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم أي تعينوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتنصروا الله وتنصروا دينه وتعظموا الله وتسبحوه أول النهار وآخره. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إنها أعظم بيعة، بيعة النصرة للدين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك أيها النبي بالحديبية على القتال إنما يبايعون الله، ويعقدون العقد مع الله ابتغاء جنته ورضوانه، يد الله فوق أيديهم، فهو معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فمن نقض بيعته، اللي يتفلت عند المحنة والشدة، اللي يداهن، فمن نقض بيعته فإنما يعود وبال ذلك على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله من الصبر عند لقاء العدو في سبيل الله ونصرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فسيعطيه الله ثوابا جزيلا وهو الجنة. ثم قال الله عز وجل: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول لك أيها النبي الذين تخلفوا من الأعراب عن الخروج معك إلى الحديبية إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس يوم خرج إلى مكة يريد أن يطوف بالبيت ويعتمر، فتقاعس كثير من الأعراب وقالوا: ننظر ماذا يفعل محمد مع قريش، على حساب أنه إذا انتصر محمد كنا معه، انتصرت قريش لا نصير أعداء لقريش، فكانوا منافقين والعياذ بالله. فلذلك فضحهم الله هنا في سورة الفتح: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا إلى آخر الآيات. ففضحهم الله عز وجل، قال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. إنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع، ولن يرجع المسلمون، وإن المعركة ستدور وسيزول الإسلام،
ظنوا ذلك، وهذا ظن السوء الذي فضحهم الله به، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، قوما خاسرون والعياذ بالله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. من لم يصدق بالله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بشرعه فإنه كافر مستحق للعقاب، فإنا أعتدنا للكافرين عذاب السعير في النار. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. هذا تذكير بين الآيات مرة أخرى، كما قال في صدر السورة: ولله جنود السماوات والأرض. هنا يقول: ولله ملك السماوات والأرض، تذكير لقلوب للمؤمنين أن الله مالك هذا الملك، وكذلك ردع للكافرين والفاجرين والمشركين أنكم ضعفاء والملك كله لله. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم قال الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. المنافقون الذين تخلفوا من الأعراب، فإنهم إذا رجع المسلمون من الحديبية سيكون لهم فتوحات وسيغنمون في هذه الفتوحات وسينصرهم الله وسيكون لهم العلو. عند ذلك سيأتي المنافقون ويقولون لهم: دعونا نشارككم في هذا المكسب وهذه المكاسب الدنيوية، دعونا نشارككم في الغنائم. سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، إن الله قضى بأنه لا يكون ذلك إلا لأهل الحديبية. قل: لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. إجرام. سيقول المخلفون: إذا انطلقت أيها النبي أنت وأصحابك إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله بها، اتركونا نذهب معكم إلى خيبر. يريدون أن يغيروا بذلك وعد الله لكم. قل لهم: لن تخرجوا معنا إلى خيبر، لأن الله تعالى قال لنا من قبل رجوعنا إلى المدينة: إن غنائم خيبر هي لمن شهد الحديبية. ومعناه: فسيقولون، أي قولهم ردا على المؤمنين، فسيقولون: ليس الأمر كما تقولون، بل تحسدوننا، أي يزعمون أن المسلمين يمنعونهم من ذلك حسدا. انظر إلى الفجر والإجرام. إن المنافق فاجر، فيرمي المؤمنين بالحسد، يقولون للمؤمنين: أنتم لماذا تمنعوننا من الخروج معكم في خيبر؟ أنتم تحسدوننا على أن نخرج معكم نغنم الغنائم. فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، بل كانوا لا يفقهون عن الله ما لهم وما عليهم من أمر الدين إلا يسيرا. قل للمخلفين من الأعراب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون. قل للذين تخلفوا: يا رسولنا من الأعراب وهم البدو، عن القتال: ستدعون إلى قتال قوم أصحاب بأس شديد في القتال، تقاتلونهم أو يسلمون من غير قتال. فإن تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتال هؤلاء القوم يؤتكم الجنة، وإن تعصوه كما فعلتم حين تخلفتم عن السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يعذبكم عذابا موجعا. وهذا قول الله تعالى: وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس كل من تخلف يدخل في هذا الوعيد السابق،
بل قد تخلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج معه أصحاب الأعذار، فهؤلاء ليس عليهم حرج. ليس على الأعمى منكم أيها الناس إثم، ولا على الأعرج إثم، ولا على المريض إثم في أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله لعدم استطاعتهم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ومن يعص الله ورسوله فيتخلف عن الجهاد مع المؤمنين يعذبه عذابا مؤلما موجعا. ثم قال الله تعالى، وهذه كذلك من البشريات للمؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين. هذه شهادة من الله بالرضا عن المؤمنين. وأي المؤمنين؟ خص نوعا من المؤمنين وطائفة من المؤمنين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين حين بايعوك أيها النبي تحت الشجرة، وهذه بيعة الرضوان في الحديبية، فعلم الله ما في قلوب هؤلاء المؤمنين من الإيمان والصدق والوفاء، فأنزل الله الطمأنينة عليهم وثبت قلوبهم وعوضهم عما فاتهم، أي من العمرة والطواف بالبيت، بصلح الحديبية فتحا قريبا، وهو فتح خيبر ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر. وكان الله عزيزا في انتقامه من أعدائه، حكيما في تدبير أمور خلقه. ثم قال الله عز وجل للمؤمنين، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها في أوقاتها التي قدرها الله لكم، فعجل لكم غنائم خيبر وكف أيدي الناس عنكم فلم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال، ومن أن ينالوا ممن تركتموهم وراءكم في المدينة. ثم قال الله تعالى، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله التي سنها في خلقه من قبل بنصره سبحانه وتعالى جنده وهزيمة أعدائه، ولن تجد أيها النبي لسنة الله تغيير. هذه سنة الله أن ينصر جنده، هذه سنة الله، وإن أصاب جنده ما أصابهم لكن العاقبة دائما لجند الله. ثم قال الله تعالى، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وهذه الآية تتحدث عن الطائفة الطائشة من شباب أهل مكة الذين حاولوا إشعال نار الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة، فكان ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر بأسرهم جميعا ثم أرسلهم إلى أهل مكة ليعلن لهم أنه لا يريد القتال، وكف الله عز وجل أيدي المؤمنين عنهم وكف أيدي الكفار كذلك عن المؤمنين. ثم قال الله تعالى، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي كفار قريش هم الذين جحدوا توحيد الله وصدوكم يوم الحديبية عن دخول المسجد الحرام ومنعوا الهدي وحبسوه. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. أي أن الله عز وجل يخبر المؤمنين أنه لولا رجال مؤمنون مستضعفون ونساء مؤمنات بين أظهر هؤلاء الكافرين بمكة يكتمون إيمانهم خيفة على أنفسهم لم تعرفوهم، أي يخفى عليكم إسلامهم، فربما آذيتموهم وربما أصبتموهم أثناء القتال
لولا ذلك لكان الأمر يختلف. أم تطؤوهم بجيشكم فتقتلوهم فيصيبكم بذلك القتل إثم وعيب وغرامة بغير علم، لكننا سلطناكم عليهم ليدخل الله في رحمته من يشاء. فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفر. ثم قال تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أي لو تميز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات عن المشركين وخرجوا من بينهم لعذبنا الذين كفروا وكذبوا منهم عذابا مؤلما موجعا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، أي جعل الذين كفروا في قلوبهم الأنفة والكبر، أنفة الجاهلية، لئلا يقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك امتناعهم أن يكتبوا في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، وأبوا أن يكتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فأنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين معه، وألزمهم كلمة التقوى. وما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ثم قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رؤياه التي أراه إياها بالحق، لتدخلن أو لتدخلن أنت وأصحابك يا نبينا بيت الله الحرام آمنين لا تخافون أهل الشرك محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعلم الله من الخير والمصلحة في صرفكم عن مكة عامكم ذلك ودخولكم إليها فيما بعد ما لم تعلموا، ما لم تعلموا. سبحان الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حكم الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما كنا نقول في درس الأمس، إن إبراهيم عليه السلام لما جاء بهاجر وبرضيعها وتركهم عند مكان البيت وانصرف، سعت خلفه فسألته سؤالا عجيبا: الله أمرك بذلك؟ فأشار إليها أن نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. إن ظواهر الأمور ربما تكون على خلاف ما تظن أنت. إن ظواهر الأمور تقول إن هاجر ورضيعها سيموتون بعد قليل، لا أسباب للحياة. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لا أسباب للحياة فيه، إنه لا يوجد فيه أسباب الإنس، أي الإنس بالناس، ولا يوجد فيه أسباب الحياة الحسية من ماء أو زرع أو نحو ذلك. فالناظر في هذا في ظاهر الأمر يقول: سيموتون، يموتون لا محالة، سيموتون، سيموتون قطعا يموتون. أما الذي يعلم عن الله، يعرف أن الله عز وجل عليم حكيم خبير لطيف عزيز، فيقدر الله عز وجل بعلمه وحكمته ما لا يعلم الناس ما وراءه، فيكون في هذه البقعة أشرف بقاع الأرض، ويكون في هذا المكان أطهر وأعظم مسجد على وجه الأرض، ويعيش في هذا المكان أعظم وأفضل الناس عملا، وهم الطائفون والمصلون حول بيت الله عز وجل، وتصير هذه البقعة أم الدنيا. سبحان الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك قال الله عز وجل: فعلم ما لم تعلموا
فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. هذا أيضا أو هذه أيضا بشرى أخرى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن دين محمد سيظهر على كل دين. إن دين محمد سيظهره الله على الدين كله، أي هو الذي سيعم وهو الذي سيكون له الكلمة. وصدق الله عز وجل، فقد حدث ذلك وبلغ ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغ. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. إنني أريد دائما وأنت تسمع هذه الآيات أن تستحضر أنك في الحديبية، استحضر أنك مع الصحابة في هذا المأزق وهذا المشهد، وهذه الآيات موجودة تنزل عليهم وهم راجعون من الحديبية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهم الذين منذ ساعات قد تنازلوا تنازلات كثيرة في الظاهر للكفار. لا، بل كان هذا سبب للعلا وللارتفاع والنصر. وأما الكفار فإنهم أوتوا من حيث لم يدروا، إنهم أرادوا علوا في الأرض من حيث فعلوا وظنوا أن هذا علوا لهم، فكان الأمر على العكس، اتسعت رقعة الإسلام وانتشر الدين، بل ومنهم هم من أسلم لله عز وجل قبل الفتح كما أشرنا في الخطبة. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة، هذه السورة التي تبشر بالفتح والبشريات الكثيرة، بخاتمة رائعة تبين للدنيا كلها أوصاف الإسلام والمسلمين، أوصاف أهل الإسلام والمسلمين. هذه أوصافهم: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف أهل الإسلام، محمد رسول الله والذين معه على دينه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال تعالى: أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم. ما هي حالتهم وما هو حالهم؟ تراهم ركعا سجدا، أي سجدا لله في صلاتهم، يرجون ربهم أن يتفضل عليهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، علامة طاعتهم لله ظاهرة في وجوههم من أثر السجود والعبادة. وجوههم يظهر فيها الإيمان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، هذه صفتهم في التوراة. وصفتهم في الإنجيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه ثم تكاثرت فروعه بعد ذلك. هذه طبيعة الزرع، أنه يبدأ بخامة واحدة. تأمل هذا المثال العجيب، ضرب الله عز وجل المثل لأهل الإيمان والإسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالزرع، لأن الزرع فيه من الصفات التي تشبه أهل الإسلام ما فيه. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع. طبيعة الزرع أنه يبدأ خامة أولا، ثم تبدأ هذه الخامة تشتد وينتشر من حولها الأفراخ، أفراخ الزرع. هذه طبيعة الإسلام، طبيعة أهل الإسلام، إنما يقوى الزرع بأفراخه من حوله. وطبيعة الإسلام أنه دين ولاد، دين ينتشر. قال الله عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
يعجب الزراع. قال الله عز وجل وتفسير ذلك أي هذا الزرع تكاثرت فروعه من حوله بعد ذلك وشدت الزرع. الصغار اللي بتخرج حول الخامة الزرع هذه بتقوي الزرع، ولذلك قال الله يد الله فوق أيديهم لأنهم جماعة. كذلك هيئة المسلمين إنهم زرع يقوي بعضهم بعضا، هكذا تخرج الخامة ثم يخرج من حولها ما يخرج. كمثل كزرع أخرج سطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، أي كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه ثم تكاثرت فروعه بعد ذلك وشدت الزرع فقوي واستوى قائما على سيقانه جميلا منظره يعجب الزراع. اللي ينظر للمسلمين الذين هم أهل الحق والدين يعجب بهم. ولقد دخل في دين الإسلام آلاف من البشر بإعجابهم بأخلاق المسلمين ومعاملاتهم وأحوالهم. قال يعجب الزراع ليغيظ بهؤلاء المؤمنين في كثرتهم وجمال منظرهم الكفار. وفي هذا دليل على كفر من أبغض الصحابة رضي الله عنهم، لأن من غاضه الله بالصحابة فقد وجد في حقه موجب الغيظ وهو الكفر. وعد الله الذين آمنوا من الصحابة ومن المؤمنين بالله ورسوله وعملوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم عنه مغفرة للذنوب. هذا قول الله تعالى في خاتمة السورة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا ما أمرهم به واجتنبوا ما نهاهم عنه مغفرة للذنوب وثوابا جزيلا لا ينقطع وهو الجنة. ووعد الله حق وصدق ولا يخلف الله وعده. وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم في استحقاق المغفرة والأجر العظيم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة. فرضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم في جنات النعيم. ونختم بذكر هذا الموقف الذي لا بد من ذكره، وهو موقف أبي جندل الذي جعل الله عز وجل له مخرجا وفرجا. إن أبا جندل لما أخذه المشركون جعل يقول يا معشر المسلمين أأرد إلى الكفار يفتنونني في ديني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. ولقد جعل الله عز وجل له الفرج والمخرج. فبعدها بقليل فر رجل من المستضعفين يقال له أبو بصير رضي الله عنه من مكة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علمت قريش أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب أبا بصير، وأرسلت في طلبه من يأخذه. فكان من وفاء العهد كما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق المسلمين أن يوفي إليهم بالمتفق عليه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فجعل الرجل يقول أأرد إليهم، ورده النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إليهم. فجعل الله عز وجل له الفرج والمخرج. وما كان به سبب الفرج والمخرج لإخوانه من بعده، فبينما هم في الطريق حايل أبو بصير رجلا منهم فأخذ سيفه فضربه به فقتله، ففر الآخر هاربا، وانطلق أبو بصير هاربا منهم ونزل على مكان قريب من البحر يقال لها أو منطقة يقال لها سيف البحر، فنزل هناك عنده
وراسل أصحابه المستضعفين في مكة يخبرهم بالأمر، ففر منهم من فر، وكان من بين من فر أبو جندل ابن سهيل الذي أخذه يوم العقد. ففر كذلك أبو جندل ولحق بأبي بصير عند سيف البحر، وكان كل من سمع من المستضعفين بذلك يلحق بهم حتى اجتمعت لهم عصابة، فكانوا كلما خرجت قافلة لقريش إلى الشام أو راجعة من الشام اعترضوها وقتلوا من فيها وأخذوا أموالهم، فجعلت قريش ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم ألا يرد إليها من جاء إليه. انظر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله جاعل لك ولي من معك فرجا ومخرجا. ثم كذلك كان ما كان من أمر هؤلاء رضي الله عنهم أن حملوا من حملوا من المستضعفين، وجاءوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أيها المسلم أن الله تعالى وصف نفسه بالعلم ووصف نفسه بالحكمة، وإن ربك عليم حكيم، أي عليم بما أنت فيه الآن، عليم بما أنت عليه من حزن أو فرح أو غم أو ألم أو بلاء أو محنة، الله عليم، فهو عليم بحالك. وإنك إن تضجرت وانزعجت فإن هذا ينافي إيمانك بذلك، إنك إذا علمت أن ربك بك يعلم حالك فاطمئن، إنه عليم وحكيم. إنما أنت فيه من أقدار جرى بعلم الله وبحكمة الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله تعالى ما أجرى شيئا في هذا الكون إلا بحكمة. ولذلك إذا علمت أن الله عليم وحكيم فاعلم أنه يدبر لك بإذن الله ما فيه خيرك وما فيه مصلحتك، المهم أن تكون أنت على طاعته. إن ربك عليم حكيم. فنسأل الله تعالى أن يدبر لنا أمر رشد، وأن ينصر دينه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفار والمشركين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبتنا ويثبت قلوبنا على دينه وعلى الحق، وأن يحسن لنا خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يقبضنا على الإسلام، وأن يقبضنا على التوحيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.